نروح لزميلنا محمد غانم مع الكابتن حسني عبد ربه ونشوف رأيهم بعد اللقاء. غانم اتفضل. هدف مقابل لا شيء، استطاع منتخبنا الوطني المصري الوصول إلى المباراة النهائية ضمن هذه البطولة الودية المقامة، وننتظر الفائز بين كل من تونس وكرواتيا أيا كان من سنلاقيه. أعتقد مكاسب عديدة لمنتخبنا الوطني المصري بخوض هذه الوديات في هذا التوقف الدولي. كابتن حسني، تابعنا اللقاء 90 دقيقة، فوز بهدف، شفنا بعض العناصر اللي بتشارك لأول مرة، أعتقد مكاسب عديدة، ولكن لو حضرتك يعني تسردها لي من حيث الأهمية كمان. الأهمية هي الفوز. الفوز النهاردة أنا بالنسبة لي كان مهم جدا، الثقة لكابتن حسام، الثقة للاعيبة الجداد اللي أول مرة يشاركوا النهاردة في منتخب مصر في الدقائق الأخيرة حتى لو دقيقة بس برضو بالنسبة له ثقة. مكاسب عديدة النهاردة إلى حد ما، مستوانا لسه بدري، لسه بدري، في حاجات كتير طبعا سلبيات. عندك مباراة صعبة جدا، كسبان بين تونس وكرواتيا، منتخبين قويين جدا، اعتقد ممكن كرواتيا تبقى بنسبة كبيرة تقابلها، فده هيبقى احتكاك قوي لينا منتخب مصر. لكن النهاردة زي ما انت بتقول، انا شايف ان المكاسب هو الفوز، هو الثقة، اللعيبة اعتقد هنشوف تشكيل تاني في المباراة القادمة، لكن النهاردة الروح إلى حد ما، لكن في سلبيات زي ما قلت لك كتير جدا، أعتقد كابتن حسام هيشتغل عليها الفترة اللي جاية. وأنا ماشي في الكوردور أنا وأنت طبعا متوجهين إلى أرضية الملعب، بسعد على وجه الجهاز الفني كابتن حسام والكابتن إبراهيم وباقي الجهاز الفني، وده يخلينا نبدأ نفكر شوية في المرحلة القادمة ووجود مباريات رسمية هامة، بوركينا فاسو وغينيا بيساو وغيرها من المباريات. انا زي ما قلت لك الفوز بالنسبه للجهاز الفني مهم جدا، النهارده كان احتفال، يعني شايفه كان احتفال كان يكمل، اكيد الحمد لله كمل بالمكسب. فانا بقول لك زي ما انت شفت الفرحه، احنا كنا في ارضيه الملعب زي ما احنا كنا متواجدين وشفنا الناس سعداء ازاي ومبسوطه بالمكسب. اعتقد ان هم اكيد 1000000% مش راضيين على الاداء، عندهم طموح وعندهم هدف ان احنا نرجع تاني منتخب مصر. انا شايف ان احنا النهارده منتخب مصر ادى بشكل كويس، عايز احيي مروان عطيه بشكل كبير جدا، يمكن من اللعيبه المحترمه اللي ما تسمعلوش حس، بيركز في شغله. النهارده عجبني في كمان في حاجه بقى زياده وبطلبها منه على طول، لازم اطلع لقدام شويه. بلعب رقم 6 لكن في وقت ان انا اطمع واروح واشوط واعمل، عمل واحده بوش رجله الخارجي حلوه قوي لمحمد حمدي اعتقد، بس كانت اوف سايد، شاط واحده كويسه جدا، هو مش محظوظ طبعا، هو الاداء اللي انت بتتبني عليه حاجات كتير. طيب رغم ثبات الخط الامامي مرموش ومصطفى محمد وتريزيجيه، تشعر شويه بنسبه تسرع، وبدا الكابتن حسام يعني يعمل تغييراته بنزول الشامي ومحمد شريف كمان. يعني انا شايف اللي مرموش وتريزيجيه عندهم احسن كده بكتير جدا جدا جدا. اعتقد المباراه القادمه لما بتلعب فرقه محمد بتبقى اقوى، انت مستواك بيعلى، رتمك بيعلى، ممكن النهارده يعني انا شايف ان نيوزيلندا فرقه محترمه جدا على فكره، بتلعب كوره وينقصهم بس اللمسه الاخيره، لكن فرقه انا بالنسبه لي كنت متمتع بيها اللي بتلعب كوره النهارده، عكسنا احنا كان في شويه بعاد جدا في خطوطنا زي ما قلت لك بين الشوطين، فشايف ان في سلبيات كتير جدا، لكن الخط الامامي يبقى الخط الامامي بالنسبه لمنتخب مصر هو الاقوى في تشكيله منتخب مصر، مصطفى محمد وتريزيجيه ومرموش وعوده طبعا محمد صلاح، يعني مش عايزين نغفل دور محمد صلاح، عودته قوه ضربه لمنتخب مصر. بشكرك جدا كابتن حسني، ودايما بنتمتع الحقيقه بوجودك وتحليلاتك حبيبي محمد، وان شاء الله كده المباراه الجايه بقى نتمتع منتخب مصر وكابتن حسام يبقى امتداد للكابتن جوهري رحمه الله عليه وكابتن حسن ربنا يديله طول العمر، والمدرب المصري هيبقى هو رقم واحد في المدربين. ده كان لقاء مع كابتن حسني عبد ربه مع زميلنا محمد غانم، بشكره شكرا جزيلا.